وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا وهو الذي أنزل من السماء ماء فرجعنا إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لرحمن عصيا
أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.